وتنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، أيضا لنعرف منها المزيد من التفاصيل عما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أتحول مباشرة إلى دانا بعد أن أحييك. دانا، أبدأ بهذه الخطة التي منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتم الحديث، أحيانا يتم إخفاءه، أحيانا تعود للظهور مع بعض التعديلات. كيف تلقفت الفصائل الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، هذه الخطة التي يبدو أن نتنياهو ماض في تنفيذها في اليوم التالي بعد الحرب؟ نعم، بعد التحية، بالفعل كان هنالك خطة اقترحها بنيامين نتنياهو لتنفيذها في قطاع غزة، وليس فقط في قطاع غزة، أيضا في غرب الأردن والحدود المصرية الفلسطينية. هذه الخطة كانت هي محل سجال وخلاف بين بنيامين نتنياهو وبين وزراء وأعضاء كابينيت الحرب. المصادر الإسرائيلية تحدثت أنه لطالما كان الوزراء يطلبون من نتنياهو مناقشة ما يسمى إسرائيليا باليوم التالي لغزة بعد الحرب، ولكنه كان يتهرب من هذه الاجتماعات لأنه ليس لديه خطة واضحة المعالم للتعامل مع قطاع غزة، وخاصة أن هذه الخطة ستكون بعد تحقيق الإنجازات العسكرية وأهداف الحرب الثلاثة المتمثلة في القضاء على حركة حماس وما يسميها الإرهاب، وبأن لا تشكل غزة وحركات المقاومة خطر من جديد على إسرائيل وإعادة المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. ولكن اليوم قدم مكتب نتنياهو هذه الخطة وكان قد عرضها على أعضاء كابينيت الحرب والكابينيت الموسع المعني بإدارة الشؤون السياسية والأمنية لمناقشتها والمصادقة عليها، والتي كانت على ثلاث مراحل. أولى هذه المراحل تتحدث عن استمرار العمليات العسكرية حتى مع هذه الأيام الطويلة لتحقيق الإنجازات العسكرية لضرب معاقل حماس العسكرية، وهنا يلوح إلى اجتياح بري لرفح والاستمرار العمليات العسكرية من مناطق كان الجيش الإسرائيلي قد انسحب منها. وتحدث أيضا بأنه في المجمل يتحدث لا تسوية إعادة إعمار قطاع غزة، هذه العناوين الثلاثة، ويقول بأنه يرفض الاعتراف أحادي الجانب في الدولة الفلسطينية وبأنه لن تمارس عليه، وقال بأن سيكون هنالك سيطرة مدنية للجيش الإسرائيلي وتحركات عملية واسعة أينما يشاء وكيفما يشاء ووقتما يشاء. وهذا دليل بأن نتنياهو يلوح أنه لم يذهب إلى وقف إطلاق نار كلي في قطاع غزة، وبأن العمليات العسكرية ستستمر بين الحين والآخر، وكأنه يحاول تحويل غزة إلى مناطق ومحافظات الضفة الغربية بأن يقوم قوات وجيش الاحتلال بممارسة أعماله واعتداءاته. طب دانا، في خطورة ما أشار إليه نتنياهو، دانا إن كنت تسمعيني، في خطورة ما أشار إليه في هذه الخطة نتنياهو ازدياد أو تعزيز الانقسام الداخلي الفلسطيني ومحاولة لإحلال أو إبدال لفصائل فلسطينية بأوجه أو واجهات أخرى. مدى خطورة هذا الأمر أو كيف تتعامل معه اليوم الأوساط السياسية الفلسطينية، وخاصة أن الموضوع هو إعادة احتلال إسرائيلي لقطاع غزة بوجه أو بمفهوم يحاول نتنياهو أن يروج له؟ هناك رفض فلسطيني واسع النطاق، سواء من الرئاسة الفلسطينية التي قالت بأن قطاع غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبأن من يحكمها ومن يقرر من يحكم قطاع غزة يجب أن تكون هي الجهات الفلسطينية التي تعنى في إدارة هذه الأمور. وحتى الإملاءات الدولية تقول بأن يجب على الفلسطينيين ولهم حق تقرير المصير فيما يتعلق من يدير قطاع غزة بعد الحرب، ولكن بنيامين نتنياهو يقول بأننا نبحث عن جهة إدارية أو جهة فلسطينية لا ترتبط في أي إرهاب على حد تعبيره، أي من فصائل المقاومة الفلسطينية، أو حتى هذه الجهة لا يوجد لديها علاقات مع دول تدعم الإرهاب كانت في قطاع غزة، ويقصد بذلك إيران وحزب الله ولبنان وما إلى ذلك. لذلك هو يتجه إلى إيجاد منظومة تحكم قطاع غزة، ويربط هذا مع تصريحاته التي تتماهى مع أنه سيكون إغلاق للمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة وعلى رأسها الأونروا، بعد زعمه بأن هنالك من يعمل في الأونروا كان متورط في أحداث 7 أكتوبر. فقال بأن إعادة الإعمار مربوطة في إغلاق هذه المؤسسات بإيجاد جهة إدارية تحكم القطاع وتضمن إسرائيل من خلالها إيصال المساعدات والإغاثات الإنسانية للنازحين والمدنيين
الفلسطينيين دون وصول من هذه المساعدات إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وتحدث وخاصة استغل موضوع تهريب الأسلحة من الحدود مع لبنان أو مع مصر، وقال بأن سيكون هنالك خطة عملية تكتيكية على أرض الواقع تتضمن بناء لربما حواجز بين الحدود تمنع تهريب الأسلحة، ليس لحماية أمن إسرائيل كما يقول، بل لأنه يخاف من حماس ومن فصائل المقاومة أن تعيد ترتيب ورص صفوفها من جديد، لما يشكل خطر خاصة على مستوطنات الغلاف، وقد لوح أيضا إلى استمرار إقامة بناء جدار عازل مع المنطقة الحدودية مع مستوطنات الغلاف حتى يتيح له هذا الأمر إعادة المستوطنين. دانا، مع ما أشرت إليه وما كل ما يطرحه نتنياهو منذ لحظات الأولى لهذا العدوان، هل لا زال، سواء كان واقعي هذا الطرح أو بعيد عن الواقعية، هل لا زال اليوم نتنياهو قادر على الإمساك بأوراق بشكل أو بآخر يمكن أن يتلاعب بها بالداخل الإسرائيلي، وخاصة عندما نتابع استطلاع للرأي الذي جرى مؤخرا، يعني رغم فقدانه لنسبة لا بأس بها من المتابعين أو المصوتين، إلا أنه لا يزال يحظى بنسبة مقبولة اليوم؟ يحاول نتنياهو تمديد هذه الحرب لكسب مصالح شخصية وسياسية، يحاول من خلالها المحافظة على منصبه كرئيس الوزراء الإسرائيلي. بعد الحرب ليس كما قبلها، وخاصة في مستقبل نتنياهو السياسي، وخاصة بأن لسان المجتمع الإسرائيلي الداخلي أصبح الآن ليس يطالب فقط بإعادة المحتجزين، ولكن أصبح يطالب في الإطاحة في بنيامين نتنياهو، وأصبح حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو يحاول سحب الثقة من نتنياهو حتى لا يخسر الليكود مقاعده وتشكيله في البرلمان أي الكنيسة الإسرائيلي. استطلاع الرأي الأخير لمعاريف كان قد قال بأن 32% من الإسرائيليين يرون في نتنياهو هو رئيس الوزراء ورئيس الحكومة، ولكن ترجمة هذه الأعداد وهذه الإحصائيات على المقاعد في الكنيسة، هذا يعني بأن نتنياهو ومقاعده لن تتجاوز 18 مقعد، حتى وإن كان هنالك ائتلاف حكومي مع الأحزاب الدينية والصهيونية المتطرفة فلن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي جديد يتيح له أن يكون رئيس لهذا الوزراء ورئاسة وزراء الإسرائيلي. لذلك هو يعي بأنه يخسر الجمهور الإسرائيلي، وبعد الحرب لن يمثل أي تيار إسرائيلي في داخل البرلمان، على العكس من بني جانت الذي يتفوق عليه نسبة سواء في عدد المقاعد أو حتى في أعداد التصويتات، وكذلك المعارضة الإسرائيلية التي تستطيع تشكيل ائتلاف حكومي جديد. شكرا دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية على كل هذه المعلومات ومشاركتك معنا.